بلغ السيل الزبا، والزبا جمع زبية، وهي الربوة لا يبلغها الماء. والسيل هنا سيل الشر، سيل البغي، سيل العدوان والفظاظة والانحدار الخلقي وضياع القيم والاستخفاف بالمقدسات والحرمات وتجاوز الشر والعرف والذوق الإنساني والدساتير والقوانين والدساتير والقوانين وكل ما هو أخلاقي وحياء حميد، والروابي التي لا ينبغي أن يطالها عدوان ولا يمس شرفها وحريتها وكرامتها في أي مجتمع مسلم ومن حكومة مسلمة. قرآن مجيد هو فوق كل كتاب، مسجد لعبادة الله عز وجل، وحسينية تحمل رسالة الحسين عليه السلام، وحرائر مؤمنات صالحات، ودماء زكية. وليس شيء من هذه المقدسات والحرمات ومن الدماء والأموال في هذا الوطن إلا وتعدت عليه السياسة وناله بغي عظيم منها وجرأة على الله ورسوله والدين الكريم. الصورة المعروضة عما ارتكبته حماقة السياسة وجاهليتها وطيشها وغرورها في حق الحرائر الكريمات من بنات هذا الوطن، جارحة جرحا لا ينسى، جارحة جرحا لا ينسى، مقرحة قرحا لا يداوى، صارخة بأن وراءها جاهلية سوداء، وسقوطا خلقيا ذريعا، وسخرية ممعنة بهذا الشعب، وهزءا به، وحقدا على بناته وأبنائه. ما من كانوا يريدون إذلالنا فهيهات منا الذلة. قلناها ونقولها، إن دماءنا وركابنا وكل أسلاحنا فداء لأعراضنا وديننا. حرائر مؤمنات في بلد الإيمان على مشهد من المتفرجين، مرميات ركاما بعضهن على بعض في الأرض، مكبلات الأيدي إلى الخلف، صارخات مستغيثات بلا مغيث. دون هذا المنظر بشاعة وقسوة، منظر الإماء في يد غير رحيمة، ومنظر الأغنام ساعة ذبحها. ففي أي بلد مسلم يكون هذا؟ وفي ظل أي ضمير إنساني يكون هذا؟ وعلى يد كل من هذا؟ الجواب تنطق به الصورة ويعلمه كل الشعب. وإذا كان هذا هو حال المكشوف وما تشهده الأعين من غلظة وفظاظة وعنف ضد النساء وسحق لكرامة المواطن في الأسواق، فما حال ما يجري من كل ذلك في السجون؟ كان الله في عون هذا الشعب وفرج الله عنه. إذا كانت هذه السياسة الإرهابية الممعنة في القسوة والإذلال من أجل أن تتراجع المطالب الشعبية خطوة للوراء، فإن المطالب في نفسها غير قابلة للتراجع، ومثل هذه الأساليب إنما تزيد من الإيمان بالتمسك بها وتجعلها ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.
لو كان إطلاق السجن هو المطلب لما عرض الناس أنفسهم أساساً وابتداءً للسجن، وإلا لما عرض الناس أنفسهم للسجن ابتداءً ولشحوا بها على ضيق معاناته من أول الأمر، ولم يعطوا كل ما أعطوا من أجل إصلاح شكلي سطحي يبقي عمق المشكلة والمأساة على ما هو عليه تأسيساً لجولات أخرى من المتاعب والخسائر والآلام. كل 6 أشهر كل سنة تكون مطالبة وتحرك ومسيرات وجولة جديدة من المتاعب والآلام لمطلب بسيط، هذا ليس عقلاً. أعطوا ويعطون من أجل أن يروا أنفسهم من أجل أن يروا أنفسهم في وطنهم أحرارا، يشاركون بغير من في رسم مستقبل بلدهم ومسار سياسته، ويتمتعون بخيراته في قسمة عادلة لا ضيزى، ويقتسمون المواقع الإيجابية فيه على حد سواء لا تمييز بينهم إلا على أساس الأمانة والكفاءة. وكل ذلك يحتاج إلى دستور صالح رشيد جديد. وإذا كان العنف والانتهاك الصارخ لحرمة الحرائر بالصورة الفضة المخزية لزرع روح الرعب في نفوس الرجال والنساء فقد كفاكم ما جربتم من القسوة البالغة ضد أبناء الشعب طوال السنين، مما لم يثلم في عزيمتهم وإنما كان دائما يزيدهم إصرارا على المضي إلى الأمام. وإذا كان هذا الاستفزاز من أجل أن يخرج الشعب عن سلميته لتجد مبررا لتصفيات دامية واسعة لأبنائه وبناته، فإن الشعب باق على التمسك بخطه السلمي إيمانا منه بوجاهة هذا الخط، وحرصا منه على مكتسبات الوطن، وإبقاء منه على ما يعيد لأبناء هذا الوطن اللحمة القوية المتينة بينهم، ولا يسمح بزيادة الشروخ وبعثرة المجتمع المسلم وتمزقه إلى شراذه. والأسلوب السلمي هو الأقرب لأخلاقية هذا الشعب وطبيعة تحركه الذي لا يستهدف خرابا ولا فسادا، وإنما كل هدفه الإصلاح. الجريمة في حق الحرائر ثبت عارها، وعارها باق لا يقبل أن يمحى، فلا تضيف لها جريمة أخرى ولا لعارها عارا آخر بإبقاء حرة واحدة منهن أو ممن قبلهن وراء القضبان، ولا تحاكمهن وهن البريئات المجني عليهن وأنتم المعتدون. أما ما عرضت الصورة المسربة من فضيحة أخلاقية ووصمة عار لعملية انتهاك موغلة في الاستخفاف بكرامة المرأة وحرمة الإسلام، فقد سجل إحراجا لكل من له شيء من الحياء ممن جند نفسه لنصرة البطش ضد هذا الشعب. ثم إنه من متابعة سلسلة الأحكام الانتقامية المتلاحقة التي لا توقف لها صارت طائفة من الشعب تفهم أنها محكوم عليها كلها بالإجرام والسجن، والسجن مؤبد والإعدام. هذه هي القاعدة، وإن كان لكل قاعدة استثناء، لكن الاستثناء هنا
في نظر الحكم ليس للبراءة، وإنما من باب إما من وإما فداء. هيهات بالنسبة لله، هيهات بالنسبة لله، هيهات بالنسبة لله، هيهات بالنسبة لله، هيهات بالنسبة لله. وهذا الاستهداف، وهذا الاستهداف الذي لا مثيل له، لا بد أن يقض مضجع العالم إذا كان للعالم حياة من ضمير. ما أكثر التهم الجاهزة التي يساق الناس بها إلى المحاكمات، والمحاكمات المتشددة في عدالة ومتمسكة بالعدالة، حيث لا يفلت من تجريمها وإدانتها وعقوباتها الثقيلة إلا الشاذ النادر الذي لا يذكر. راجعوا قوائم المقدمي المحاكمة وانظروا من يبرر، عدد المبرئين في كل مرة من هذه القوائم. عدالة صارمة جدا، عدالة صحيحة صادقة، لا تخطئ التشخيص في أن هذا الشعب مجرم لكل أبنائه إلا ما شاء، إلا من شاء. ومن بين التهم التي تلاحق طائفة واسعة من المواطنين رجالا ونساء ومن كل الأعمار والمستويات هي تهمة التحريض على كراهة النظام وما أسلها من تهمة. ومن اشتكى من سوء الأوضاع والتمييز والتهميش وفقدان الأمن والكثير من الأوضاع والمفاسد السائدة فهو محرض على كراهة النظام. ألا أشتكي من سوء معاملة؟ ألا أشتكي من تهميش؟ ألا أشتكي من تمييز؟ إذن أنا محرض على كراهة النظام. ومن هو الذي لا يشتكي حتى يستثنى مستثنى ويخرج من دائرة الاتهام خارج؟ ومن انتقد بكلمة فهو محرض على كراهة النظام. ومن أبدى رأيا مخالفا لإعلام السلطة فهو محرض على كراهة النظام. وعلى كراهة النظام هذا فضلا عن المشاركة في اعتصام أو مسيرة. إذن كلنا محرضون على كراهة النظام بهذا المعنى، ولا استثناء لأحدنا إلا من شد ونذر كما سبق رحمة، لا أنه خارج، وتخصيصا كما يقولون لا تخصصا من أهل الجريمة.